طلبت لك كاليفورنيا رولز، انا متاكده ان انت هتحبها. والله اللي تشوفيه في مصلحته اعمليه. الاكل ده هايل وميس ان هو هيلثي قوي. امورينا هيلثي صحي على البركه. حلوة؟ كابين ايه؟ ايه؟ كابين ايه؟ مش فاهمة يا سيد. دورة المياه. مش فاهم انت عايز ايه؟ دورة المياه! هناك كده اخر الكوريدور. كوركور؟ كوركور ايه؟ لسه اروح اسأل حد تاني؟ لا اخر الممر ده، اخر الممر. ممر ممر ممر. بكرة الصبح الخبير هيوصل الفندق، كل واحد فيكو عارف هيعمل ايه. اول ما يوصل شيرين هتديكوا الاشاره. بالتوفيق. تمام يا فندم. علي ملي وشيرين هيراقبوا الخبير من اول ما يوصل المطار لحد ما يوصل الفندق. شيرين هتكلم سقاطة تبلغه انه داخل على اللوت. روح انت يا سقاطة على الريسبشن اكنك بتسأل على نزيل وتحاول تلمح رقم قطه وهو بيستلم الكارت. لو معرفتش هيكون زكي كود جاهز بالكاميرا بيصور الكارت. اللي هيعرف فيكو رقم الاوضة هيديه للسيد والارم، وهم هيروحوا على طول على قط السنترال الرئيسي. وصلوا تليفون قط الخبير على الجناح اللي نازله فيه شيرين، واكيد الخبير هيعوز يتعشى او يشرب حاجه، هيتصل بالروم سيرفيس، يقوم يتصل بالجناح بتاع شيرين. شيرين اللي هترد عليه وتاخد منه الطلب، وهي تطلب من الروم سيرفيس نفس الطلب هيجي على الجناح بتاعها. من فضلك عايز الماكس جريل وسلطه. تحط له المنوم والسيد يدخله له. وبعد ما الخبير يتقلب تخشوا بروقان تاخدوا كل البيانات. انت فاكر الحكايه ايه؟ هزار؟ ام فاهم، ما عنديش مشاكل، انا عملت اللي عليا. بلا عملت اللي عليك بلا ما عملتش اللي عليك، انت اللي سماك زكي طلبه، اكيد في فايلات ما اتقالتش. بقول لك ايه، بص انا جبت لك كل حاجه من على اللابتوب الخبير، وكل الفلابات مفتحه قدامك اهو، من اول صوره هو وامه وحماته لحد الصور والافلام القبيحه اللي كان مخبيها في الهيدن فايلز. خلاص يبقى نطبع افلام قبيحه. ما تضبطوا بقى وليكوا عيب تضحكوا، جاتكوا خيبه. احنا خيبه ليه؟ مش انت اللي قلت كمبيوتر الخبير هو اللي عليه التصميم؟ اللي اتكلفنا بيه عملناه بالسنتي. انا مش عايز كتر كلام، اتفضلوا دلوقتي وعلى وضعكم عشان تناموا، وبكره هنتنقل للفيلا الجديده. يا ترى انهي واحده فيهم حماته؟